إلى غزة، حيث تمكنت عناصر تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي ليلة أمس من حجز 130 ألف علبة من السجائر من مختلف الأصناف و160 كيلوغرام من مادة المعسل المهربة من الجزائر. هذه الكمية من المواد المهربة تم حجزها على مستوى الطريق السيارة الرابط بين وجدة وفاس، وتقدر قيمتها بخمسة ملايين درهم. كما تم حجز خمس سيارات بصفائح مزورة واعتقال شخص واحد، فيما لا يزال البحث جاريا على حوالي 30 شخصا لاذوا بالفرار.